الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء طلب. دعاء ولا بقي بضعيف قيب سنتا دعاء عبادة هي دعاء طلب. دعاء العبادة، أي عبادة قلنا تصرف لغير الله فهي شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء قيبت عبادة إن إلهي عدنا هاي الله سمية وشرك سيدة صلاة يصونك يحجك يوحي لمده. نعم. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، أقول لك مثلا اعطني كاسة ماء. دعاء قيبتك الدعاء دعاء كم إذا هو دعاء الدعاء سؤاشة وحلو يديسنا هي قف كنت رادد ورقحبل وبيأسي. نعم. هذا دعاء المسألة، دعاء الطلب، ينقسم إلى قسمين: دعاء سؤاشة لا بأي قيب سنتا. القسم الأول أن أطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، هذا نسأل العافية والسلام هو الشرك الأكبر. مثاله مرأة تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الولد أو إنزال الغيث، هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام وهو حي، فما بالا وهو ميت. قيبتك وبعد وحوي بني آدم أما خلقي إن لقد ضلبه قف مخلوقه إن لقد ضلبه وحان إلهي ما يعدك لأيسان أودين أرنتا سنوى شرك قفك وقال لمكم مضانها يو وحا كم مثال كذا كم مذا إنه قفك قبرك أما النبيك أما غير كيسبة انتي ماذا ويراده وحان كويديستي ولد أيام كويديستي الماء أيام كويديستي. نعم. أما أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا يصح بشروط أربعة. أما قيبت لبعض وأوقفك إلا ويديسه مخلوقه وحو أوده تاسي ويبنانته لكن شروط أفرع إليه. الأول أن يكون الطلب من حي لا من ميت. شرطك كوباد قفك وحلقة دلبا وإنه قف نول قف دنتي وسنهين. الثاني أن يكون الطلب من حاضر لا غائب، يعني لا يمكن أن يكون هو في الصومال مثلا وينادي الولي الذي في الهند. شرطك لبعض وإنه نقضى قف حاضر أو تشوغه وإنه سنة قف مقانسي قف صومالي تشوغه وقف إنديا تشوغه كلا تكدل باية. نعم. الثالث أن يكون الطلب من قادر لا عاجز، يعني لا يمكن أن أطلب من إنسان مشلول لا يتحرك أقول له أعطني كاسة ماء. شرط قصد حاد وإنه يقفك وحلقة طلبها قف أوده وأن عاجز كأين أرنتاس إذا قف يري قف مشلول واللغلاء كالب يكين يري وكالاته. الرابع أن أعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع وأن الذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. شرطك أفراد وإن الاعتقاد سا قف كان إنه السبب ويهم ما هن أسوء وسن وحن أبورن وسن حقيقة إلهي وحن إسكليين سؤاش وحن لو يدينا قفك هو السبب ما هن أصلك وحوية إلهي أيا وحن كسيناية. مثل الدعاء الاستعانة أقول لك أعني في حمل هذا الكرسي. أرنك مثال كيس وحوية قفك إنه تكالمه ويدسه وتلاذي كالي كرسي قان إلى قاد وكالاته. يصح. نعم يصح بهذه الشروط الأربعة. الشروط ده أفر تهدي له أرد أسوي بنانا نيسا. فلان من الناس غارق في البحر وناديك أنت على الشاطئ يقول يا فلان أغثني أغاثك الله. قف مثلا كل عباد كل عيء وكله كاره هبل ويبد بادي بضع يقصر. هل يصح هذا؟ يصح بالشروط الأربعة. وحيكون أنصح يسأل أنت وكل بنانا تهدي الشروط ده أفر تهدي له. جاء إليك طالب وقال أريد أن تشفع لي حتى أدخل في الجامعة الإسلامية وأدرس. طالب باكويم أرضي باكويم وكويرنية ويقش شفع جامعة إسلامية سئان وركته. أو إيجا واسطة. هل يصح؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. وأنصح يسادي شروط أفرت عليها. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة جاز هذا وإلا كان من الشرك والله أعلم. أفرت شرطي هدي الدعاء اللي جهله ويبنانته سؤال سداسة هدي اللي جوا ينا الشرك أي نقني سا والله أعلم.